من المتحف المصري بالتحرير بحييكم، معاكم اخوكم بسام الشماع. اكتوبر 2021، وان شاء الله نوريكم النهارده شخصيه من الشخصيات في مصر القديمه. الحقيقه كلنا عارفينه وكلنا بنحبه، وهو اقوى قائد جه في تاريخ مصر القديمه، وهو الملك القائد العسكري العبقري الجهبذ جحوتي مس الثالث الاسره ال 18، يعني من حوالي 1400 قبل الميلاد، من 3400 سنه و جاء على عرش مصر هذا الحاكم العظيم اللي انا واقف جنب تمثال من تماثيله، الرجل الذي انجز حوالي 16 او قيل 17 من بعض العلماء المعتبرين على الاقل معركه عسكريه كسب فيهم كلهم. جحوتي مس الثالث ما بيخسرش معركه هو والجيش المصري، ومنها طبعا معارك في حتت زي قرقميش وحتت على نهر الفرات وغيرها من الممالك شديده البأس. منها معركة مجدو التي قاد فيها جحوتي مس الثالث الجيش المصري في قوامه حوالي 10,000 عسكري، وقيل 20,000 عسكري في مصادر معتبرة. والحقيقة أنه هو عمل مارشنج بالجيش إلى فلسطين لما وصل ونما إلى علمه أن في عشرات من الفيالق بقيادات الأمير أمير قادش، وكانوا مستعدين ان هم يغزوا مصر ويثوروا ضد التحكم المصري في ممالك اسيا. والحقيقه ان معركه مجدو تعتبر معركه اتعلم منها العالم كله، لان عرفنا بعد كده ان جنرال الينبي اللي احنا نسميه الليمبي في 1918 كان بيحارب العثمانيين في الحرب الكبيره، ونجح الينبي للاسف الشديد ان هو يهزم المنافسين بتوعه مستخدما نفس التكنيك العسكري بتاع جحوتي مس الثالث في معركة مجدو. وطبعا معركة مجدو مشهورة بأن كان هناك ثلاث طرق ممكن أن يسلكها الجيش المصري، اثنين الجيش بتاع مجدو والكونفدرالية بتاعت أمير قادش مستنياه منها، وممر صعب جدا وعر جدا لا يمر منه إلا حصان واحد بس في الحصان، حتى أن النص المصري القديم يقول هورس باي هورس، يعني لما جم يترجموه أن الممر ده ما تقدرش يمشي فيه غير بس حصان بحصان، زائد ان هو مكان وعر جدا وضيق جدا مش هيعرف يحارب فيه الجندي المصري. والنص بيقول لنا ان القاده بتوع جحوتي مس الثالث كانوا بيقولوا له في مجلس الحرب، وعرفت ان ده كان في مجلس حرب وقتها، وده اختراع مصري قديم، كانوا بيقولوا له شيء عجيب جدا، كانوا بيقولوا له ان مش هينفع ان يبقى الجندي بيحارب في اول الممر ومستني الجندي في اخر الممر عشان يحارب، يعني في جندي اللي هيحارب واحد واحد، لان الممر ضيق، ممر اسمه ممر عرونا. وطبعا من صعوبة ممر عرونة ان الارض ذات نفسها وعرة، يعني العجلات الحربية هتوصل متكسرة كلها. فما كان من جحوتي مس الثالث الا انه قال ان مفاجئتي للعدو هو ان انا استخدم الطريق اللي العدو ذات نفسه لا يمكن كان يتخيل ان انا جاي منه، وهو ممر عرونة. طب هنعمل ايه في العجلات الحربية؟ هيفكها وهيركبوا العجلات الحربية في الناحية التانية. فاجئ جحوتي مس الثالث وجيش مصر الكونفدرالية الكبيرة بقيادة أمير قادش في مجدو، حتى أن هربوا واتهزموا ودخلوا جوه مجدو الأسوار بتاعت مجدو، فحصرهم الجيش المصري لمدة طويلة حتى تم التسليم، وانتصر الجيش المصري في معركة مجدو، المعركة الأهم والأقوى وأول معركة في التاريخ يتم توثيقها بالمراسلين الحربيين بالحرف والصمت والأرقام، كانت معركة مجدو في تاريخ العالم كله. وده يدينا الانطباع ازاي الملك جحوتي مس الثالث كان عبقريا في أداء أشياء كثيرة جدا جدا. هذا الرجل الذي حكم مصر 54 عام، أنا بعتقد أن جحوتي مس الثالث هو أقوى قائد جه في تاريخنا، بل أن أنا أفضله كمان من الناحية التكنيكية والناحية السياسية عن رمسيس الثاني شخصيا. ولكن الآن يجب أن احنا نتعرف على حد يمكن لا يذكر كثيرا، ولكن في هذا الفيديو أنهي بأننا أعرفكم على هذه الشخصية. كلنا عارفين جحوتي مس الثالث اللي احنا بنسميه خطأ تحتمس الثالث، وعايزين نغير تحتمس دي بقى خلاص، فكلنا عارفين جحوتي مس الثالث، لكن هل حد فينا يعرف مامته؟ هل حد يعرف فينا والدته؟ حد يعرف مين الست العظيمة المصرية التي أنجبت هذا الجهبذ وهذا العبقري؟ حان الوقت إن احنا نتعرف على
هذه السيدة العظيمة والأم الرؤوم إسات، هي اسمها كده بالهيروغليفي إسات، وهي إسات فعلا، هي الست المتميزة المتفردة واللي تسمت بعد كده إيزيس. أقدم لكم إيزيس أو إسات بالهيروغليفية، هذه الأم الرؤومة التي أنجبت هذا القائد الجهبز. يا لها من امرأة عظيمة ربت، وفعلا هي دي بقى اللي ربت في أحسنة التربية، وزي ما احنا شايفين قد إيه ابنها كان بيحبها، وقد إيه التمثال مبين جمالها، وإن هي كمان لابسة هذا التاج المذهب العظيم. أشكركم، ومن المتحف المصري كان معاكم أخوكم بسام الشمر.